معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني. مرحبا بكم دكتور. إذا أصدرتم في قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين تقريرا عن أوضاع المعتقلين في سجون حكومة بغداد، ما أهم ما جاء في هذا التقرير؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الكرام. حياك الله. حقيقة الأمور المهمة التي وردت ضمن التقرير هو احتوائه على شهادات لمعتقلين سابقين وحاليين، شهادات جرى توثيقها، شهادات مروعة بحق ما يجري لمن هم داخل السجون الحكومية المعلنة بشكل عام، ما يعيد ملف التعذيب إلى الواجهة من جديد، وكذلك شهادات تؤكد ممارسة الرغبة في القتل من قبل إدارات تلك السجون بالتزامن مع تصاعد وتيرة عمليات التعذيب وابتكار أساليب جديدة إلى حد حرمان المعتقلين من مقومات الحياة بشكل ممنهج. هنالك طبعا سجون مكتظة بالمعتقلين ومعدل إطلاق سراح منخفض بشكل ملحوظ. المعتقلون بالغالبية العظمى جرى اعتقالهم دون تهم ولم يمثلوا أمام المحاكم، وهناك تشكيك دولي، إجماع دولي على يعني التشكيك بالأحكام الصادرة بحق من أحيل منهم إلى تلك المحاكم، لأن جل هذه الأحكام صدرت استنادا على اعترافات أجبر المعتقلون تحت التعذيب والترهيب بالإدلاء بجرائم لم يرتكبوها. نعم، يعني تحدثتم في تقريركم عن التعذيب في المعتقلات الحكومية، إلى أي مدى ترون أن هذا التعذيب في سجون الحكومة ممنهج؟ أخي الكريم، هناك ضعف في إنفاذ القوانين في العراق منذ 2003 وغياب للمساءلة وعدم إجراء أي تحقيق حقيقي في حالات التعذيب المتكررة في السجون. الأمر هذا جعل من هذه الانتهاكات صفة عامة لجميع السجون الحكومية المعلنة في العراق، وتتزايد بشكل مرعب هذه الانتهاكات مع مرور الوقت. لذلك تعودت إدارات تلك السجون على انتهاك حقوق المعتقلين وحرمانهم من ضروريات الحياة بطرق أشد وطأة وأكثر انتشاراً، في ظل تزايد أعداد المعتقلين بسبب سهولة كيد الاتهامات للمواطنين. وبالنتيجة لدينا يعني هناك معتقلون بطرق غير قانونية. والأمر الآخر، يعني إذا في ما يدلل على منهجية التعذيب داخل السجون الحكومية، هي الحالات التي تضمنها التقرير، وهي لضحايا قضوا تحت التعذيب في سجون حكومية اعتقلوا على خلفية مشاكل اجتماعية ليست لها علاقة بقضايا إرهاب. وبقوا ومضوا في السجون، مضوا سنين طويلة ولم تتم محاكمتهم، وكانوا يخضعون إلى التعذيب بشكل يومي، حتى أن أحدهم توفي بسبب كسر في الأضلاع وتهتك في الرئة. هكذا يقول التقرير الطبي. فيعني هنالك مشكلة، يعني هنالك مشكلة وانتشار واسع ومرعب لعمليات التعذيب الممنهج في السجون الحكومية المعلنة، ولا سيما سجني التاجي والناصرية اللذين يعني وصفهما التقرير بأنهما يعني يمثلان مسالخ الموت البطيء. كيف يواجه في هذين السجنين المعتقلون الموت البطيء كما وصفتمهم في التقرير؟
تمام بالضبط. يعني هذه أخي يعني بحسب شهادات معتقلين حاليين في السجون، الآن هم في السجون، في السجن لا سيما في يعني سجني التاجي والناصرية، يتعرض جميع من هم في الداخل إلى إلى عملية الموت البطيء من خلال حشرهم في زنازين لا تستوعب نصف الأعداد الموجودة. يعني تدري تعلم حضرتك الجوس الفصل الصيف والحر قائض، وهنالك حشر لأعداد مضاعفة داخل، حتى هنالك احتجاز في أماكن غير مهيئة ولا هي سجون أصلا. يعني قد تكون مستودعات مشاجب أسلحة تحشر فيها هذه الأعداد الكبيرة من ما يؤدي إلى حالات اختناق بين المعتقلين بشكل شبه يومي. هكذا تقول الشهادات، فضلا عن تعرضهم إلى التعذيب المستمر بأساليب وحشية والتجويع وسوء التغذية وانتشار الأمراض، ناهيك عن غياب الأمل في الخروج من السجون لدى المعتقلين. يعني الأمل هنا انتهى لديهم، إلا من حالفه الحظ واستطاع أن يدفع مبلغا قائلا إلى المسؤولين لتسهيل إطلاق سراحه بشكل، يعني هو اعتقل بشكل غير قانوني ولا يخرج إلا بشكل غير قانوني إلا عن طريق الرشوة وما إلى ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا هاتفيا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني.